وسط أجواء مفعمة بالفرح، كرمت هيئة البحرين للثقافة والآثار داعمي مهرجان صيف البحرين في نسخته التاسعة من سفارات وشركات ومؤسسات، خلال حفل أقيم في خيمة نخول بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. في احتفالية متميزة وأجواء مزجت بين الثقافة والترفيه، احتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار بداعمي مهرجان صيف البحرين لهذا العام، مؤكدة على أن دعمهم هو نموذج مشرف للتعاون البناء الذي تصبو إليه الهيئة لما له من دور كبير في الحفاظ على المواسم الثقافية رغم كل الصعوبات التي قد تواجهها عند إطلاقها. هذا المساء نكرم الداعمين، كل من شارك في صيف البحرين معنا في هذه الخيمة التي استضافت على مدى شهر كامل ضيوف خيمة صيف البحرين أكثر من 100,000 زائر على مدى هذه الأيام، ورش وفرص تعليمية وتثقيفية بجانب أول موقع يدرج في قائمة التراث الإنساني العالمي. لولا الدعم ولولا هذه المحبة التي تصلنا من كل المؤسسات سواء الرسمية أو الأهلية أو الأفراد والسفارات، لهم كل التحية ومجدد الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه، وننتظرهم معنا قد في العام القادم حين نستقبل خيمة الصيف في المحرقة التي ستكون عاصمة للثقافة الإسلامية. دائما نختار موقع الخيمة ليتلائم مع ثيمة العام الذي نحتفل به، في هذا العام آثارنا انحكت، لذلك نحن بقرب قلعة البحرين. 9 سنوات من الإنجاز الثقافي في مهرجان صيف البحرين حققتها الهيئة بدعم من جهات تؤمن بأن الثقافة هي الطريقة المثلى للارتقاء بصورة الوطن وتشييد بنية تحتية فكرية ترتقي بمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والعالمية، فضلاً عن أنها تساهم في تنمية فعالة لمجتمعنا. هذه الفعالية الثقافية الشاملة التي جمعت معظم الجاليات ومعظم السفارات في مملكة البحرين أثبتت حقيقة أن الثقافة هي لغة التواصل ما بين الشعوب. ما شاهدناه اليوم في خيمة نخول وما شاهدناه بالأمس حقيقة يعكس المرآة الحقيقية لحضارة وثقافة هذا البلد المضياف، أثبتت مملكة البحرين كما تثبت في كل النشاطات وفي كل الفعاليات أنها متقدمة دائما. 100,000 زائر استمتعوا بما قدمته الخيمة على مدار شهر كامل، لعبوا خلالها واكتسبوا الكثير من المهارات. طبعا أنا في خيمة نخول عندنا كل أسبوع ورشة جديدة، كل ورشة لها مهارات مختلفة، فإحنا قدرنا الحمد لله أن ساعدنا اليهال عشان يكتسبون مهارات مختلفة حق أعمار مختلفة. طبعا كل ورشة ناخذ 12 طفل عشان نقدر أن احنا نعطيه أكثر في مدة 45 دقيقة، وشاهدنا وجوه جديدة والحمد لله حين أقبلنا على الأيام الأخيرة من خيمة نخول، فكانت تجربة وايد حلوة لنا، وأتمنى إن شاء الله تنعاد للسنة المقبلة إن شاء الله. اليوم أنا وايد مستانسة في خيمة نخول استانسنا وقصصنا وسوينا كل شيء، وإن شاء الله يا رب ومنا تجيبنا مرة ثانية لأن احنا وايد فرحانين ومستانسين. على هامش هذه الأمسية افتتحت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار المعرض الأول للموهوبين، والذي استعرض لوحات للأطفال المبدعين المشاركين في ورش العمل الفنية والتي حملت عنوان حتى أي يوم يقام. وسيذهب ريع تلك اللوحات التي يتم بيعها في المعرض إلى هؤلاء الأطفال تشجيعا لقدراتهم الفنية وصقلا لمهاراتهم في هذا المجال. ومن جانب آخر تضمن حفل التكريم عددا من الفقرات التي جاءت كنتاج المواهب التي اكتشفها مهرجان صيف البحرين. الاحتفاء بداعم مهرجان صيف البحرين لهذا العام يؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية ودورها اللافت في الارتقاء بالمشاريع الكبرى في المملكة. خولة القرينيس،
لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.